ماله؟ لك روق لك ابني، اللي شو فيه؟ وين هذا اللي اسمه بعصام؟ اللي عامل لي فيها وطني؟ دوز كلامك ابضاي احسن ما اقطع لك لسانك. ها انت ابنه معتز مايك؟ انت اللي عواطلي طول نهارك وبالليل عامل لي فيها ابضاي؟ غصب عنك ولا؟ انا مالك انا مالك روق. اللي لك ابني بالمختصر بالمختصر عندك شو بدك؟ بدي ابو عصام، ابو عصام اللي حرمني من شوفة ابي وطلع بوراقه من النشفة. بدي اقطعه بايدي هون بنص حارته اللي عامل لي فيها زعيم. اهدى، قلنا مين ابوك رح تفهم شو الحكاية. انا عمل تحصين الدوماني واسمي هلال والندل ابو عصام طلع بوراقه ابي. لك تقطع 60 ندل، انا ابو عصام ولا واك واك ولك قسما بالله لو مالك دايس بساطة لنساويك فرشة يا باطي. ما حدا منكم بيتدخل. ها انا بدي هذا الندل ابو صرمائي. اطلع 60 ندل. بدي احكي، انا ما اجيت على هاي الحاره لحتى اخربها واضرب رجالها هدول اللي واقفين وراك مثل الحريمات. خلاص بلاد انا اجيت مشان زلمه واحد بس هو ابو عصام، بس هن تدخلوا وحاولوا يدافعوا عنه اما كانوا نصيبه. لا انت شو بدك منه؟ لك شو بدي منه؟ حرمني من شوفة ابي، حرمني من جنازة ابي، زوروا راه ابي وطلع فيهم من المشفى وعوانته حرمته العوايمية. ومثل ما بتعرف أبو جدد حرمته كانت ضابطة فرنسية. ولك خلاص شدنا خلاص خلصنا ما محتاج شباب عاشتك. ها أنت دخنت صار لي كذا يوم وأنا ساكت عنك والمعلشي بلكي بيتربى بلكي بينا. أنت الصاهر ما عم تقنع. تفضل أحكي أبو جدد، نورنا لسوف أحكي. لا يعلى صوتك، ما بدي أشرق غسيلك هلا مو وقتها، بعدين بنحكي. اسمع هلال، أنا يعني ما راح أعمل لك مشكلة هلا،
مدر وضعك مدر ظرفك. بس دي لك يا اوعك تجيب سيرة المرحومة مرت ابو عصام. الشغلة الثانية بدك تنفذ هلا وبالحال، تاخذ رجالك تطلع برات الحارة. حرك، انا ماني طالع من هون لحتى يجي حدا من الكبارية يحكي معي وياخذ لي حقي. لك ابني شو حقك؟ بدي اياكم تحاسبوا لابو عصام وتسالوه ليش هيك عمل معي؟ مو حرام؟ ولك شو بدك انت؟ بدك تحاسبه على شو بدك تحاسبه؟ ها؟ على اللي عمله سيدي، على اللي عمله. لك يا امي قصور الشر وتعال نقعد النظافة ونحكي، بلكي انت غلطان؟ لك هذا الفرنساوي عم يشتغل فينا. لا تواخذني يا اخي، الفرنساوي ما عم يشتغل فينا، نحن عم نشتغل ببعضنا. ليك ابو عصام الفرنساوي قال له يصور وراء ابي ويطلع فيهم من المشفى؟ شو؟ هلال اسمع بقى، كلمة واحدة ما في غيرها، خذ رجالك واطلع برات الحارة. شو دور؟ تفضل يا ابو صافير. من بعد اذنك بدي احكي كلمتين. احكي دكرة معيونك. لك هلال، انت شو عرفك انه ابو عصام طلع بوراء مزورة؟ هيك قالوا لنا بالسجن العسكري. ايوه، وهلا شو بدك؟ بدي اخذ حقي من ابو عصام، وبدي اعرف وينه ابي، مو هو اللي طلع بوراء ابي؟ لك ابي وين ابي؟ رو لك ابني وهدي وخلينا نحكي. اسمعوا كلياتكم، اذا بدكم كف بلاي عنكم بتعطوني ابو عصام. ماشي ماشي، بس خلينا نحكي وبتسمع من تم ابو عصام. عمي انا لا بدي اقعد ولا بدي احكي. وحد الله يا رجال، شبك خلاصته مثل ما عملكم، انا هيك بدي وبتخبروا له هذا الندل. ايوه ذا المروه، خلصنا معك. ايه حرك 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 شو زاد عصام؟ يد عزة فندي، وين السيد الوالد ابو عصام؟ ما بعرف ابو جودة، ما بعرف. ليفي لك وين كنت انت؟ وينك هلا؟ شباب حشروني بالشامي. اذا هن حشروك انت بتنحشر. شو يا نبي خالي؟ سمع مادة تانية. خلصنا انت وياه، طالما انفضت المشكلة نحن ما عاد لنا شغل. السلام عليكم. مع السلامة. الله يستر. حاضر سيدي. حرك حرك. شرفوا يا جماعة، شرفوا على المضافة نحكي لنا كلمتين. شرفوا لنشوف. شو يا شباب؟ قربتني من المستشفى. ايوه، وشلون بقى قربتها وانت ضعفان ومغادران تتحرك؟ لما صحيت قربتني، لما صحيت. ايوه، معناتها الحكي اللي حكى لكم انضان وهلال صح. انت يا مرتك عوانية وطالعتها، يا مزور وراء وطلعت. ولك الله يخزيك مثل ما خزيتنا قدام اهل الحارات. الله يخزيك، ولك الله لا يسامحك. لك فهموا انه كانت مرتك عوانية طلعت محل واحد وحرمته من اهله. لك انت شو انت ها؟ لك ما عاد فرقت معك بشي؟ لك انت شو فهمني؟ لك ما عدنا نعرف ناخذ منك كلمة حق. ابو عصام احكي، حرمتك مو كانت عوينية؟ عصام، هلا صحيح مرتك كانت تشتغل مع الفرنساوية؟ بس دابت، دابت ابو حاتم دابت. ايوه دابت. وليش ما حكيت؟ لك ليش ما قلت لي الي على الاقل؟ لك انا صاحبك، ليش ما قلت لي؟ شوف ابو حاتم، مرتي رحمة الله عليها كان ما في شيء بالحال، ضئيرة ومعترة وعارفة حالها، مشان هيك اشتغلت عند منهم بالمشافي ممرضة. قال دير بالي علي وقت كنت هنيك، انا ليل نهار صبح ومساء الله وكيلك ما تركتني. لما شافوها هيك عم تحنحن علي، داروا حاموا حواليها لحتى هيك بنشغلوها معهم وطنبروها. اشتغلت معهم بس بعدين تابعت. طيب هي حكت لي هذا الحكي بعض مثل سانها الله وكيلك تابعت. يعني يا بي ناديا كانت عوايتي؟ الله يسامحك يا بي، الله يسامحك. كسر ظهرنا بالحرب، الله يسامحك.